لم يكن في ذهن المدرس حسين ربيع أن يكون فريسة سهلة لحسابات طالب الثانوية الذي اعتدى عليه بقطعة زجاج قاتلة لحظة تقديم النصح له في القاعة الامتحانية. يقول حسين الذي أمضى ليلة واحدة في مستشفى الحل التعليمي إن شهادته مجروحة بشأن ما حدث، والرواية كما تحدث لنا بها. فأجى عليه يركض، أنا بلتنا، هو جان تقريبا من الجهة اليسرى، أنا رسم من الجهة اليمنى، انسحبت عبرت السرة مال الرحلات الأول، جاي عبر السرة الثانية جتني الضربة هنا أنا بالقزازة اللي لازمها، هاي 10 خياطات هسه هنا بإذني. يعني حاولت أقوم أكثر من مرة، آخر شيء لأن الساعة واحد يجي يسحق عليه ويطلع أو يحثر بيه ويقع فوقه. المهم فعديت نفسي قمت رأسا إجاني صار بوجهي، ضربني دفرة ببطني وراد ينبت القزازة البيضة بصدري. أطلب من الوزارة، أطلب من البرلمان يعني يقرون قانون حماية المعلم، لأن هسه الجيل اختلف مثل جيل قبل. هسه المدرس والمعلم معرض لهواي إساءات، معرض لهواي يعني تجاوزات من قبل الطلاب وأهالي الطلاب. الحادث الذي تعرض إليه حسين ربيع مدرس التربية الفنية في مدرسة الرياض أثار ردود أفعال متفقة مع حقيقة توفير الحصانة والحماية للكوادر الفاعلة في مؤسسات الدولة خاصة التدريسية. أنا الطلاب ماكو متابعة من أهلهم وماكو متابعة من يعني ذويهم، بيصير هذا الاعتداء بسبب الغيش وبسبب يعني شغلات تافهة، يصير اعتداء على المدرس وعلى التربويين. وكذلك احنا هم هسه احنا الصحة نفس الشيء همات، يعني احنا انا كمسؤول استعلامات الحل الجراحي يعني امانة الله يومية اعتداءات وعرك على مود شغلات تافهة. وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد طالبت في وقت سابق بضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بحماية الكوادر التدريسية، ومنها القانون رقم 8 لسنة 2018 والذي حدد العقوبة بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار لكل من اعتدى على المعلم أو المدرس، والعقوبة نفسها تنطبق على الادعاءات العشائرية عليهم. من محافظة بابل، أحمد الحسناوي، قناة التغيير.